السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم ورد وزعفران مع فاطمة. شهيوة جديدة وفيديو جديد. الوصفة ديال اليوم إن شاء الله وصفة اللي سريعة جدا جدا، كتحضر في دقائق، سهلة بزاف. واحد الوصفة اللي هي متكاملة وصحية، يمكن لكم تحضروها كوجبة عشاء أو لو وجبة غداء، فما كتاخدش منكم نهائيا وقت. وندوزو إن شاء الله نشوفوا المقادير وطريقة تحضير هاد الوصفة هادي. فغنبداو بسم الله. هنا عندي واحد الكمية ديال البطاطا اللي قطعتها مربعات صغيرة، كمية كتبقى على حسب عدد أفراد الأسرة ديالكم. كنضيف لها شوية ديال الملح حسب الذوق، وغادي نسمها بشوية ديال الحبق، كيمكن لكم تنسموها بالزعتر إلى بغيتو. من بعد غادي نضيف شوية الفلفل الأحمر أو البابريكا، وغنضيف زيت الزيتون بكمية شوية زايدة. صافي، غادي نخلط هاد البطاطا مزيان وغادي ندخلها للفرن. ما غاديش نغطيها ونخليها حتى كطيب في الفرن مزيان. من بعد غادي ناخذ واحد المقلات وغادي ندير فيها شويه ديال زيت الزيتون، غادي نضيف شويه ديال لي كروفيت، ومن بعد غادي نبدا كنضيف الخضر اللي غادي نسوطي مع هاد الكروفيت. هنايا عندي جوج حبات مقطعين ديال الفلفله مقطعين دوائر رقيقه بزاف باش طيب ليا نيشان مع لي كروفيت. وعندي هنايا شويه ديال الطوماط سوغيز، حتى هما قطعتهم يعني دوائر رقيقه. الا ما عندكمش طوماط سوغيز ما ديروش يعني مطيشه العاديه، ما كتعجن وكتطلق الماء بزاف، يمكن لكم تستغناو عليها. وبالنسبه الى عندكم كروفيت داك اللي رقيق بزاف فديرو حتى كتشحر شويه الفلفله. هذا انا عندي شويه كبير، داكشي علاش درتو مباشره مع الفلفله. ضفت جوج فصوص ديال الثومه، عصير ديال الحامض ضروري، يعني عصير الحامض حيت عندنا هنايا السمك. واللي ما بانش هنا في الفيديو، زدت شويه ديال الملح لهاد الكروفيت والخضره، وكنشحرهم العافيه اللي تكون مجهده بزاف باش ما يبقاش يطلق لينا الماء. من بعد ما كطيب البطاطا في الفرن كنخليوها حتى كطيب يدخل فيها الطياب مزيان، كنديروها في واحد الطبق وغادي نضيفوا عليها لي كروفيت لي صوطينا مع الفلفله والطوماط سوغيز. وغادي نضيف شويه ديال الزيتون خضر مقطع دوائر رقيقه، كيتواتى بزاف مع هاد الاكله هادي. ومن بعد غادي نضيف شويه ديال الفرماج من الفوق، ما غاديش نغطي لها وجهها بزاف بالفرماج، كنضيف غير شويه ديال الفرماج. صافي، ومن بعد غادي نعاود ندخلها للفرن غير واحد شويه، داك الفرماج يعني يدوب شويه وتعلق ليا هاد الاكله هادي تقريبا واحد جوج حتى ثلاثة ديال الدقائق. وصافي، كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. كيف قلت لكم راه سريعه جدا جدا، ما غاديش تاخذ لكم نهائيا وقت، ما فيهاش بزاف ديال المراحل، صحيه ولذيذه بزاف. فإلا عجبكم الفيديو الوصفه ديال اليوم شجعوني بلايكاتكم تعاليق وبارطاج للفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم. كنقول لكم الى اللقاء في وصفه قادمه، مع السلامه.